السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هاي الخلية الثانية رفعناها، هاي الأولى، هاي الثانية رفعناها، نفس الحالة بالضبط. هذا جهاز جنتر، ناوي أربي منها ملكات، فراح أضيف الجهاز كغطاء الآخر للإطارات الفوق الاثنين حتى النحل يخلي ريحته به إن شاء الله، وبعد يومين ثلاثة إن شاء الله ننزله وننزل الملكة به إن شاء الله. طبعا جهاز جنتر صيني، نفس الجنتر الأصلي لكن صيني هذا، وراح أجربه إن شاء الله. أنا أول مرة أجرب تربية ملكات، فراح أجرب والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا فشلنا إن شاء الله نستمر، وإذا نجحنا نسأل الله النجاح إن شاء الله. فراح أخليه حتى النحل يخلي ريحته بالجهاز هذا، راح ننزله كغطاء للإطارين اللي رفعناهم بالعاسلة. هذا الجهاز حتى النحل يخلي ريحته عليه إن شاء الله. وراح نغذي الخلية حتى تملي الأساسات، لأن نزلت ثلاث أساسات جوا، نفس الطريقة مال الخلية اللي بارحة نشرناها، ونشوف النتيجة. طبعا المفروض ننزل الغذاية، لكن الغذاية عندي ما تقعد بالداخل الصندوق، إذا ننزلها تصير يعني تطلع فوق، فراح أخليها بهاي الطريقة، ننزلها تغذية حتى تبني الأساسات، وإن شاء الله الرب منها ملكات هاي الخلية إن شاء الله. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأصدقائنا وأهلنا في فلسطين الحبيبة، اللهم آمين يا رب. الله يبارك في الجميع. طبعا مشكور الأخ يونس من العراق على مشاركة الفيديوهات والسماح بنشر الفيديوهات لعل تعم الفائدة للجميع. طبعا أخونا يونس نتمنى يكون مستمع لنا بإذن الله، وتستمع لبعض النصائح فيما يخص الموضوع اللي انت اشرت ليه في الفيديو. اول حاجة العسلة اللي انت لسه قايم برفعها، نقدر نقول تقريبا رفعها مثلا في حدود 24 ساعة، حدود 48 ساعة، يعني نقدر نقول الاساسات الشمعية اللي في طابق التربية النحل ربما يكون حاليا شغال في عملية البناء، ولكن لم ينتهي من بناء الاساس، صح ولا لأ؟ طيب انا دلوقتي عاوز اقوم بعملية تربية الملكات اللي حضرتك تفضلت بيها عن طريق الجهاز. امتى اقوم بالعمل ده؟ وامتى احبس الملكة داخل الجهاز؟ ابتدي اقوم بالعمل ده بعد ما النحل يكمل، خلي بالك، بعد ما النحل يقوم باكمال بناء الاساس الشمعي اللي موجود في طابق التربية بالكامل، ومن ثم تضع الملكة البيض داخل الاساسات الشمعية. هنا خلاص ابتدي ان انا كنحال افكر انزل الجهاز طابق التربية، جهاز جنتر طبعا، طابق التربية، ابتدي احبس الملكة داخل جهاز جنتر من اجل ان هي تضع البيض، تمام. ولكن الخطوات اللي انا تكلمت عليها دي ما قومش بيها الا لما النحل يبني الاساس الشمعي والملكة تضع فيه البيض، تمام. دلوقتي طبعا انصحك تقديم تغذية سكرية للخلية طبعا من اجل الاسراع في عملية بناء الاساس. تتابع الخلية دي طبعا نقدر نقول بعد 3-4 ايام لمعرفة الاساس عمل ايه، تم بناءه ولا لا، هل فيه بيوت ملكية ولا لا، الامور دي كلها لابد تأخذها بعين الاعتبار. طبعا انا اشكرك واحييك على انك انت وضعت جهاز جنتر في الخلية من اجل ان هو نقدر نقول يأخذ رائحة الخلية، ومن ثم لما تيجي تقفص على الملكة في الجهاز او تحبس الملكة في الجهاز يكون الامر كويس، ده شيء كويس. طبعا اخويا يونس انت ان شاء الرحمن لما هتيجي طبعا زي ما انا تكلمت والنحل يقوم باكمال الاساس والملكة تضع البيض، هتيجي تقفص على الملكة الموجودة، ملكة ملقحة الموجودة في الخلية اللي انت عاوز تربي منها نقدر نقول ملكات، هتقفص عليها او تحبسها داخل الجهاز، تترك الملكة نقدر نقول في حدود 48 ساعة يعني لمدة يومين، تمام، او لا يوجد مشكلة لو تركتها 3 ايام لحد ما تأكد ان الملكة وضعت في جهاز جنتر
في الكؤوس وضعت البيض نقدر نقول بنسبة تصل إلى 90% أو 95%، يعني بمعنى أصح عيون الكؤوس اللي جاي اللي داخل جهاز جينتر الملكة وضعت فيها البيض بالكامل. بعد كده بقوم بعمل إيه؟ بعد كده بقوم خارج الملكة من الجهاز، تمام، على أساس إن النحل يقوم بعملية نقدر نقول الاعتناء بالبيض دوت. ومن ثم أول ما البيض ده يفقس ومن ثم يكون يرقات حديثة، تمام، يعني نقدر نقول يرقات مثلا عمر ساعات، عمر 18 ساعة، عمر 20 ساعة، في اللحظة دي طبعا بكون مجهز السدابة بتاعتي وراصص الكؤوس من جهاز جنتر في السدابة، تمام، السدابة اللي يكون عليها الكؤوس الملكية. وطبعا ده يكون مجهز انا في اللحظة دي خلية تحضين عشان ينزل فيها الكؤوس الملكية دي، طبعا خلية يتيمة، تمام، تشعر باليتم على الأقل ب24 ساعة. يكون في الخلية اليتيمة دي لا يوجد أي حضنة مفتوحة أو يرقات، ممنوع. أقول لك الجملة دي تاني، الخلية اللي أنت هتجهزها عشان تستقبل البيوت الملكية أو الكؤوس الملكية يكون لا يوجد فيها أي حضنة مفتوحة نهائي ولا كذلك بيض. حضنة مغلقة لا يوجد مشكلة، تمام، مع كثافة نحلية. طبعا الأمر ده تكون قايم بيه قبل تنزيل الكؤوس الملكية ب24 ساعة بالظبط لعل النحل يشعر بالتيتيم، خلية بدون ملكة، من ثم تنزل السدابة اللي فيها الكؤوس الملكية، النحل هيستقبلها نقدر نقول استقبال مباشر ويقوم بعملية الاعتناء بالكؤوس الملكية من أجل تغذية اليرقات دي. كذلك لابد تأخذ في عين الاعتبار بعد ما تنزل الكؤوس الملكية تقدم تغذية مركزة. ليه؟ على أساس إن أنت تنشط الغدد اللي عند النحل اللي هي هتعتني بالبيوت الملكية من أجل نقدر نقول إطعام الملكات أو الكؤوس الملكية اللي فيها اليرقات بكمية كافية من الغذاء الملكي. أتمنى يكون الصورة واصلة للأخ يونس. لو جينا مثلا أخ بيستمع لينا وعاوز يسأل على الكثافة النحلية اللي هتستقبل البيوت الملكية تكون كام برواز، ده يتوقف على حاجة واحدة وهي كام كأس ملكة هنزله. هنزل مثلا معدل 10 كؤوس ملكية، 15 كأس ملكي. لو هنزل 10 15 كأس ملكي في الحالة ديت أنا محتاج الخلية تكون 5 برويز، 5 برويز عندها القدرة تعتني بال 10 15 كأس ملكي. طب لو هنزل 20 25 كأس ملكي، لا، في الحالة ديت يكون محتاج خلية 8 9 برويز فيها كثافة نحلية عشان يكون عندها القدرة تعتني بالبيوت الملكية دي، تمام. نتمنى طبعا أصدقائنا اللي بيتابع معانا يكون وصل لهم المعلومة أو وصل لهم أقصد إيه في الحديث ده. نتمنى من أخ يونس صاحب الفيديو وصاحب السؤال يكون وصلت له الإجابة. لو في أي استفسار سواء من الأصدقاء أو من الأخ يونس نتمنى طرحه، إن شاء الله يتم الرد عليكم سواء في التعليقات أو لو الأمر يحتاج البث مباشر هنقوم بالرد عليه، كذلك لو الأمر يحتاج نقدر نقول ان احنا نوضح الامر ده في فيديو لا يوجد اي مشكلة. المهم ان النحال تصل له المعلومة بالقدر الكافي. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يا رب يوفق الاصدقاء جميعا ويبارك في نحل الجميع، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا النهاردة تاريخ 30 مارس شهر 3 لسنة 2024 الموافق الجمعة، فنسأل الله يا رب يبارك في الجميع، اللهم امين. مشكورين شكرا جزيلا.